هو رجل بملامح طفل بسبب خلل هرموني أصابه في سن 12، مما أدى إلى توقف النمو في أعضاء جسده مع تقدمه في العمر لتكون حالته نادرة وغريبة من نوعها. اسمي محمد، عمري 22 سنة. أخواني الصغار، لأني أنا أكبر واحد في البيت، أنه أجسامهم أكبر مني صاروا، فأنه حسيت أنه في إشي غلط في الموضوع، فرحت على المستشفى فحصته هاي، قالوا لي عندك نقص نمو. كنت أخذ إبر وما نفعت معي وما حبيتها، خلاص حبيت شكلي هيك. أول إشي تضايقت أنه كيف أنه عمر كبير وشكل صغير، بعدين خلاص أنه حكيت هيك ربنا بده، ف أنا ضليتني بالموضوع هذا وانبسطت كتير. وعلى الرغم من المتاعب النفسية والاجتماعية التي يمكن أن يمر بها محمد، إلا أنه استطاع التصالح مع الأمر ومواصلة حياته بصورة طبيعية، متجاهلاً نظرة الناس وتعاملهم معه على أنه طفل صغير. صعوبات أنه لما أطلع مع أصحابي بقولوا من الصغير هذا اللي ماشي معاكم، أو نروح مثلاً سينما أنه فيلم فوق 18 سنة، أنه بقوله ممنوع تدخل لأنه أنت صغير، لازم أطلع الآي دي، أو لما أسوق السيارة نفس الشيء الشرطة بتقعد تقول لي أنت ليش سارق سيارة أبوك، أنت كيف بتسوق السيارة، ومن هالحكي يعني إحراجات كتير بواجه بحياتي. توقف محمد عن رحلة علاج استمرت سنوات عدة وتنوعت أشكالها بين طبيعي وكيميائي وحقن مركزة، وقرر مواجهة الصعاب، وهو اليوم يعمل كمصور في إحدى القنوات التلفزيونية، يحب عمله ويخلص له. اختار موقف صعب لما رحنا على الشيشة، قعدنا أنا والشباب، فنزلوا الشباب كلهم شيشة وأنا طلبت شيشة فما نزل. بقول له ليه؟ بقول لي أنت صغير. بقول له كيف صغير؟ أنا عمري 22. بقول لي لا صغير. طلعت له الاي دي وبرضه ما صدق. بقول لا انت مزوره فما راح انزل لك. قلت له خلاص صراحته، سحبت حالي وطلعت. كثير في مواقف مضحكه، انه لما مثلا اعطي الاي دي الليسن للشرطي، انه بعد يضحك انه كيف انت عمرك 22 سنه ومين اعطاك الليسن وهاي. بقول له مين يعني اعطاني الليسن غير الشرطه والمرور، وبعد نمزح وهاي ونصير انا وياه انه صحبه وهيك يعني، وكتير كتير في أشياء مضحكة. يؤمن محمد بأن وضعه كان سبباً في محبة الناس له، وأن المواقف المحرجة والطريفة تضفي على حياته نكهة خاصة، ولعل أحد الأشياء التي شدت من عزيمته اكتشاف أنه ليس وحيداً، بل هناك في المجتمع حالات كثيرة لنساء ورجال يعيشون وضعه الجسماني نفسه. قال لهم اطلعوا شوفوا الدنيا، لأنه الحياة كلها ما بتستاهل، إذا بدك تعيش بتعيش إلك، بدك ما تعيش ما بتعيش إلك، وعادي واجه الحياة بقلب قوي وخلي عندك قوة تحدي.